رح نشوف شو الأخبار اللي جايب لنا إياها السنيور كريتي. واضح إنه الأعداء ملبكين كتير. مولاي هو صار بخدمة الدولة العليا بشكل رسمي، أكيد هو رح يقدم لنا معلومات كمستشار. بظن في مجال الحديث بهالأمور وقت العشاء. خلي ليو يجي لعندي، حابب أتشكره شخصيا. بالإذن مولاي. الله معك مولاي. جلالة السلطان سليمان المعظم. هوبا. ست الكل، شو شايف وشك مورد اليوم؟ شفتك حبيبي، كمان اطلع كل يلي بحبهم هون جنبي، شو بدي أكتر من هيك؟ عم فكر إذا بنتعشى اليوم هون كلنا مع بعض. خليها لبكرة، لأنه اليوم رح نكون بقصر إبراهيم باشا. إيه بصير. أنا انشغلت بالولاد يا مولاي ونسيت أنه بدنا نروح، لازم روح جهز حالي. نحن ما رح نروح معك؟ اليوم رح يجوا ولاده لزعيم البندقية، يعني مو عشاء عادي، هذا بخص أمور الدولة. رح تجي أخته للسنيور كريتي وهيام رح تهتم فيها. السنيور كريتي موظف بالدولة العليا يا ست الكل، ومن هلأ رح يصير لي خبر بكل خطوة عم يخطوها الأعداء بالعالم الغربي. الله يوفقكم يا ابني، رح بيكون في فائدة كبيرة من توظيفه إن شاء الله. مولاي، سلطانتي. شايفك لساتك هون يا إبراهيم. هلأ رايح يا مولاي، بس قلت لحالي بسألكن بركي بكن تدعو حدا تاني على العشاء. لا، أنا وهيامو بس. بتشرف باستضافتكن يا مولاي. مولاي السلطان سليمان، بشرفني أقدم لجلالتكم أختي مونيكا تيريزا، ولحضرة السلطانة كمان. سلطان سليمان، إئمو غراندو نوريفاري لفوسرا كونيشينسا. مولاي السلطان، مونيكا تيريزا عبرت عن فرحتها بلقائكم. أهلا وسهلا. سلطانة، سينيورا مونيكا تيريزا مو كتير بتعرف تحكي لغتنا، بس أنا رح ساعدها لحتى تتعلمها. بيسعدني إنك تتعلمي لغتنا يا سينيورا تيريزا، هلأ صار عندك أفضل أستاذة. مولاي شو رأيكم تتفضلوا على العشاء؟ مولاي، حابب أقدم صورة جلالتكم قبل ما نبلش بالعشاء. يلا ورجيني اياها. مولاي إن شاء الله تكون عجبتكم. حلو كتير.
شو رأيك هيام؟ بتجنن، حلوة كتير. إبراهيم باشا، خلي ليو الرسام بكرة يجي لعندي على القصر، أنا بدي أتشكره بنفسي. للأسف ما بيقدر، ما بيقدر يجي لأنه سافر. كيف يعني؟ لوين سافر؟ على روسيا، الأرض اللي عاشت فيها حبيبته. وبعدته؟ وصلني إنه الملك ليوش طلب مساعدة الفاتيكان. واضح إنه الخوف رح يأكله أكل، بس وين رح يهرب؟ نهايته رح تكون على إيدنا. لا تنسى إنه ليوش مدعوم من شاركان، لساته حاجز فرانسوا عنده. مولاي أكيد بيكون عرف هلأ بالرسالة اللي انبعتت لولدت فرانسوا، وبيكون فهم إنك دعمه. إذا شاركان بيفهم شوي بفك أسر فرانسوا فورا، وإلا رح يندم ويصير هو الأسير. نحن صار لازم نمشي. لا تروح مولاي، خليك سهران معنا الليلة. مرة تانية يا خديجة، أنا كثير بتشكرك على الاستضافة الحلوة لإلنا. أنا بتشكرك كمان. فعلا هاي الليلة كانت مميزة إلنا كلها. سنيورا تيريزا، أنا حابب أدعيكي لقصري لحتى تتعرفي على السلطان الأم. شرف كبير كتير سلطان. إبراهيم باشا، في شي لازم إني أحكي معك بأسرع وقت. هلأ تأخر الوقت، خلينا نأجلها للصبح، بكرة منرجع منحكي. يلا هيام. طيب ماشي، تصبحوا على خير. لا أنا ما دخلني قدرتي إنك تخونيني. ما خنتك مولاي، أنا بعشقك، أنا حبيبتك وأم أولادك وجاريتك. ما عم بقدر صدق يا هويا، وماني طايق أشوف وشك بعد اليوم، ولا بدي حتى أسمع صوتك. ادخل. مولاي السلطان، خبر السلطان هيام انه رح نطلع، رح نعمل مشوار على الأحصنة. السلطان هيام راحت على قصر ابراهيم باشا مولاي السلطان، بس هلا ببعت لها خبر. لا ما في داعي، انا هلا بروح لهنيك. قول شو بدك يا سنبول. في عندي بشارة لجلالة مولانا، الست هيام كانت حابة تخبرك بنفسها. بس احكي يا بني آدم. السلطانة هيام رجعت حملت مرة ثانية يا مولانا، ما شاء الله. دستور
حضرة السلطان سليمان المعظم. مولاي، رح خبر الباشا بتشريفك. خبريني أنا هون. جيبي لي كاسة عصير بارد وخلي السلطانة هيام تجي لعندي. تفضل مولاي، صحة وعافية. أعطيتيهم خبر؟ خبرتهم وهن جايين على الطريق. هلا حتكون نهايتك يا سليمان. اسحاك اسحاك تقرب. جوزي دمرت لي حياتي، اجا اليوم اللي رح انتقم فيه منك. يا الله! انت شلون بتتجرعي على السلطان؟ شلون؟ احكي، مين هو اللي بعتك؟ الملك لايوش. لايوش؟ هو اللي بعتني لهون لحتى انتقم منك. مولاي، انتو بخير؟ كيف رح كون بخير وجاريتك حاولت تقتلني بنص قصرك؟ قلتي لي ليوش هو اللي بعدك. اي صح، ورح يرجع يبعت غيري. سلطان سليمان موتك صار قريب. مولاي، هجاري بعت الملك لايوش لحتى تقتلني. هويام، إبراهيم هو اللي خطط لك كل هالشي. استأجر صادق وفوت على القصر مشان موتك يا مولاي. تعالي اهدي وارتاحي. يلا خدوها واحبسوها. اتركوني اتركوني هون، عملكم اتركوني. والله رح تموتوا كلكم، بكره رح تموتوا. اتركوني. هيام انت مو على بعضك، صاير معك شي؟ لا مولاي ما في شي، انا بس تعبانه شوي. ابراهيم شو دخلوا لحتى تحكي عنه هيك؟ مولاي، هالقصر لابراهيم باشا وهي بتكون خادمته. مولاي هويام، ابراهيم شو عم يصير هون؟ ممكن افهم شو فيه؟ صادقة جاريتك حاولت تقتلني. فريال نادي الحكيمة. لا لا،
ما للزوم. ست فريال، السلطانة بحاجة لشوية مي. إبراهيم، فيكتوريا خدمت أمي بالأول وبعدين السلطانة خديجة، واهتمت بولاد السلطان ووثقنا فيها كتير. لايوش، كيف قدر يدخل هاي الخاينة على نص قصري وعلى نص الحرملك بكل بساطة؟ جاوبني لشوف. مولاي نصوح مثل ما بتعرفوا هو اللي شافها لفيكتوريا بالصدفة، فكرها مريضة فشفق عليها وجابها على القصر، وأنا لأني بثق فيه جبتها على الحرملك. أنت بنفسك اللي رح تكشف الحقيقة وأنا رح أكون معك. بدي إياك تمسك كل واحد له علاقة بهذا الموضوع وبسرعة، وبعد هيك بدي أقطع راسهم واحد واحد وقدامكم كلياتهم. وأولهم نصوح يا إبراهيم. مولاي، ويام امشي معي لفوق. خديجة، ما فيني ضل بهالقصر، رجعني على قصرنا مولاي. شوفي ويام، شو صار لك؟ مولاي بدي تيجي معي، لا تتركني لحالي، ما بدي اياك كمان تضل هون. هيام شو هالحكي؟ ليش حتى ما يضل عنا هون؟ وانتي المفروض تتركي القصر يا سلطانة، هالقصر عاد كله شر. روقي شوي واطلعي ارتاحي مع خديجة فوق، فكري باللي ببطنك، واضح انه الحمل مخليكي متوترة كتير. يلا اطلعي. إبراهيم باشا، خليهم يجيبوا لي نصوح لهون فورا، يدوروا عليه ويجيبوه من تحت الأرض. قالوا لي إنك أنت اللي جبت هالجارية لهون. مظبوط مولاي، بتمنى تسامحوا لعبدك المغفل. بشو اعترفت لك يا إبراهيم؟ شو هو الشيء اللي لسه ما منعرفه؟ مولاي السلطان، فيكتوريا هي اللي موتت عايشة خانم. كان في مجرمة عايشة معنا بالقصر، جبت مجرمة وعيشتها بيناتنا يا نصوح. عقوبة هذا الشيء معروفة مولاي، إذا ما قطعت راسي أنا رح أعاقب حالي بحالي. يا باشا إبراهيم باشا، أنت جبت لهالست على الحرم لك لأنك وثقت فيني. مولاي هي وصمة عار على جبيني، قتلني وريحني. أكيد أنا رح أعاقبك، وإبراهيم كمان رح يتعاقب مثلك. سليمان. ماشي، اهدي حبيبتي، هذا كابوس، ما تبعد عني أبداً، خليك جنبي على طول. أنت لا تاكلي هم أبداً، طمني، طول ما أنا جنبك ما راح يصير لك شيء.
الله.